أفعمله بصدق بالقناعة التي أؤمن بها أنا شخصيا بأنها تهم المحامات ومصلحة المحامات. ربما تكون قد أخطأت، ربما تكون قد أصبت، لكن الحوار هو الذي يظهر الخطأ من الصواب. لذلك أنا فتحت حوار مع السادة النقباء، التقيت مع نقابة تيازة وفاس والدار البيضاء، سنلتقي لخرجة، تلقيت دعوة كريمة من سيد النقيب صراوي باش نمشي لخرجة، وعندي اتصال مع النقابات الأخرى تكون سأزورهم واحدا واحدا، لأنه كاين هناك مشاكل مشتركة وكاين مشاكل خاصة ويجب معالجة هذه المواضيع. ولكن لن تكون هناك قضاء مستقيم، ولن تكون هناك محاكمة عادلة بين المحامي المستقيم وعادلة ومحترمة للقانون. أخطر شيء يهدد ضمان شروط المحاكمة العادلة هو المحامي الفاسد. القاضي الفاسد يمكن التواجد معه، ولكن حينما يكون المحامي الفاسد لا يمكن مطلقا أن تكون هناك شروط للمحاكمة العادلة. لذلك يجب أن نرفع مستوى تقبيل المحامي. الآن هذه السنة هذه تسجلت في امتحان المحامي 78,000 محامي، 78,000 مرشح، دوزة 48,000. كي لاش نقول لكم النقط، هذه مسألة سرية ولكن هناك سؤال، هل دوري أن أدمر مهنة المحاماة من خلال إغراقها، أو دوري أن أوظف أبناء المغاربة من خلال أن أدخل للمحاماة 15,000 وأتباهى بذلك بين حالة المشكلة؟ هل هذا هو الحل؟ كان علي أن أقرر وأنا أعرف كيف أتحمل مسؤولية القرار. هناك أشياء خلال السؤال الحقيقي الذي لم يقل أنه أحد هو من يريد أن يتحكم في مهنة المحاماة؟ القانون وحده هو الذي يتحكم في مهنة المحاماة. من له قناعات سياسية معينة أو قناعات معينة فلن أقبله أن يضع يده على مهنة المحاماة. مهنة المحاماة مهنة الشعب، ولكن علي أن أحميها كذلك. محامين في مدريد هم أكثر من 30,000 محامي، في المغرب 15,000، ولكن الوضع الخليجي في القاهرة 500,000، ولكن الوضع الاقتصادي في المغرب لا يتحمل أن يتجاوز عدد المحامين أكثر من 16,000، لا يتحملها. وإلا الآن خليجي في الدار البيضاء أكثر من 900 محامي ليس لهم مكتب. عندنا في الرباط كيسموا مجلس داف المحامون بدون عنوان خاص. لذلك المحاماة تحتاج إلى دعم من الدولة، تحتاج إلى تعطير من الدولة دون المساس باستقلاليتها. وأنا متأكد بأن السادة النقباء سنصل معهم إلى تفاهمات ننقذ بها مهنة المحاماة، نقوي فيها المحاسبة، وسأكون قد أرجعت شيئا قليلا جدا من الدين الذي أنا أخذته. وأنا عاشرت السيد الكاتب العام كمحامي وتنازعنا في ملفات كثيرة، مرات ينتصر علي، مرات ينتصر علي، ولكن هذه شكرا لكم.